انطلقت قافلة طبية بمحافظة الغربية إلى قرية سجين الكوم بمركز قطور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووقعت الكشف الطبي على 1830 حالة مع صرف الأدوية بالمجان. وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أسامة أحمد أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانا في مختلف التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين على القافلة.